لنضرب مثالا آخر، نعم، مثلا سيدنا يوسف. مثلا سيدنا يوسف، سيدنا يوسف مع أول دركة من دركات الجب كان يرتقي أول درجة من درجات العز. سبحان الله. نعم، لأن البلية في ظاهرها للعين المجردة هي بلية، ولكن سبحان الله يعني يقول كان هي بالفعل يعني بعد ابن عن أبيه وحزن الأب على ابنه. الأمور لها مظاهر ظواهر ولها بواطن، والمؤمن يرى بعين البصيرة لا بعين البصر. نحن قلنا لو أن في جيش، ما فهم سيدنا يعقوب هذا الكلام؟ لا والله، لأول وهله هو بشر، فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. عظيم 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 عظيم. ولكن لما ادلهمت عليه الخطوب وضاع ولده الثاني، أظن المشكلة زادت. سليم، ازداد الأمل عنده بعلو همته. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن صاحب الهمة العالية لا ييأس، صاحب الهمة العالية لا يعرف يأسا أبدا. في أحد وشيع أن الرسول قد قتل، فقعد بعض الصحابة قعد على من حق من قتل الرسول قتل، فيقوم أحدهم عالي الهمة لنموت على ما مات عليه رسول الله، فوقفوا يقاتلون مرة أخرى. إذن استشعار الأمل بالهمة العالية تجعل الإنسان قوة. في يوسف، يوسف عليه السلام، يوسف يعني سبحان الله العظيم علو همته كانت تقتضي أنه لا يدخل في دناءة المعصية عندما أحيطت به شراك الفتنة. ربي ولقد همت به وهم به. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولكن كادت تفتر يعني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. إذن الهمة العالية من أين تأتي؟ ها؟ من الاعتصام بالله سبحانه، من المدد من الله عز وجل. المدد من الله، يعني إن كل من كد يمينك وعرق جبينك، فإن ضعف يقينك فاسأل الله أن يعينك، لأن اليقين يضعف. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فالإنسان صاحب الهمة العالية دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى، دائما ليل نهار هو مع الله عز وجل، يعني لا يفتر، لا تفتر عزيمته. لأن أستاذ محمد يعني في الآية معذرة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا لقد همت به، هم فعل، وهم هو عنها هم ترك. الهم هنا غير الهم هنا. لماذا؟ طب ما فائدة لولا هنا؟ لا شوف، يعني الله سبحانه وتعالى قال ربنا إنه من عبادنا المخلصين، وليس المخلصين، المخلصين أقوى من قبل الله عز وجل. تمام، هذا أمر. طيب. والشيطان قال وهذه شهادة من الشيطان لبراءة يوسف، إلا عبادك منهم المخلصين ومنهم يوسف، لا يستطيع الشيطان أن أدخل عنه. سليم. فهذا الهم، هذا الهم من يوسف هو هم اجتناب وبعد، ليس هم فعل. الهم الأول غير الهم الثاني. همها هو يعني ربما لا تؤخذ على التقديم والتأخير، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه هم بها. لا أولا برهان الله عز وجل هو النور الناصع في قلب العبد الذي يوقف الإنسان عندما يحين أو تحين النزغات والشهوات أن تردي الإنسان بعيدا. فإذا بالهمة العالية أن الله سبحانه وتعالى يقيد له ما يغلق عليه باب المعصية ويفتح له باب الطاعة. طب إذا كان يوسف مخلصا من قبل الله عز وجل، فكيف نقتدي ونتأسى به وهو من قبل السماء هكذا ونحن بشر؟ عظيم. يعني كان ابن القيم يقول لنفسه أخلصي تتخلصي. جميلة. أخلصي تتخلصي. طيب أنا إن أخلصت النية في عبادتي، في طاعتي، في معاملتي، أحتسب الأمر لله، أقتدي برسول الله، أقتدي بالصالحين، أسلك طريقة، أتوكل على الله، يكون بما في يد الله أوثق مما في يدي أنا، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، أن ترى علي أثر نعمة الإسلام. سبحان الله، الجوارح مع القلب كلها في معية الله عز وجل. يعني هل كان سيدنا يوسف متأكد تمام التأكد من أن الله تبارك وتعالى لن يوقعه في المعصية؟ 100%. لماذا؟ لأنه ما غفر عن ذكر الله قط. الله. يعني يقول علماء التفسير، عندما ألقي يوسف في قعر الجب هو سحيقة. نعم. ماذا ترى؟ إذا بكف جبريل تتلقى. هذا يسمى حنان الألم. حنان الألم. هذا لأن هو ألم أن يسقط وأن يطلق. لكن هناك
الله الحنان المنان الذي يعطي من غير سؤال. كيف يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق الكافر والفاجر والمنحرف فما بالك بعباده الصالحين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأول ما يدفع الله عز وجل يدفع الأذى، والأذى الأكبر هو الشيطان. نعم. يعني يدفع، يعني الله عز وجل يبعد الذنوب والمعاصي وطريق الشيطان ويغلق ويجعل. يا أخي يعني إذا أردت أن تعرف مقام الله عندك، مقامك عند الله، فاذكر وتعرف إلى مقام الله عندك. قال رجل للحسن: ما أنا عند الله؟ قال: كم لله عندك أنت؟ هذا هو التساؤل. يعني الدين عندك يساوي كام؟ إذا كان يساوي كل شيء فأنت عند الله كل شيء. إذا كان والله الدين هو آخر شيء نفكر فيه، مسألة أخرى. هذا قول فصل عنه. طبعا. وما هو بالهزل. لا ما في هزار في الموضوع. طيب، هل سيدنا موسى كان